ناخذ المجموعة الأولى اللي هي النتراكس والنتريت واللي يسمونه بالأنجسيد أو الحبة اللي هي تكون تحت اللسان الأنجسيد. الميكانيزم أوف أكشن كلش مهمة تأكدون عليها اللي هو causes vasodilation because of relaxation of the smooth muscle. يعني هي اكو يعني واحد يسأل انه يقول ليش من ناخذ او المريض اللي هو اللي عنده انجينا من ياخذ الانجسيد راح يزيل الالام، هل هي انه مزيلة للالام، هل انه هي بين كلر يعني مسكن للالام، ام شنو شغلها، يعني ليش تستخدم لإزالة الآلام المفاجئة لحالات مرضى أو لمرضى الأنجينا بكتورس. هو نقدر نستنتج شغلها أو السبب هذا إنه من خلال الميكانيزم of action اللي هو راح يسبب حالة البازودايليشن، يعني يسبب شنو، توسع بالأوعية الدموية واللي هي الأوعية الدموية الكبيرة. نرجع للصورة الرئيسية اللي حكينا عنها، راح تسبب توسع للأوعية الدموية اللي هي الفينا كافا والأورتا، بالتالي راح يرجع كمية من البلط إلى الفين، بالتالي راح يقل مستوى الضغط على عضلة القلب فراح تستراح من ضخ الدم بكميات كبيرة، لأن هي عضلة تعبانة، عضلة كفاءتها قليلة، فمن يجيها دم كبير تضطر انه الدفعة بشكل اكبر، لكن من يترسب الدم بداخل الاوردة راح يوصل بكميات قليلة الى الشرايين الاوردة، فبالتالي راح يقل الضغط على عضلة القلب، فبالتالي راح ترتخي وما تسبب حالات البينفل والتشنجات. هذا هو السؤال المهم اللي دائما يطرح، انه هل هي الانجسيد اللي هي الحباية تحت اللسان، هل هي تستخدم لإزالة الألم ولماذا، ام لإزالة اعراض الانجينا بكتورس. طبعا هي استخدامها عند الحاجة لازم تنتبهوا لها، وهذا ايضا سؤال مهم، يعني هنا أنا ايضا اتركه لكم انتم تجاوبونه، ليش الحباية الانجسيد تستخدم فقط عند الحاجة، يعني ليش ما ناخذها مثل بقية انواع الحبوب مرتين باليوم، ثلاث مرات باليوم، او مثلا من يقعد الصبح يقدر ياخذها، ليش فقط عند الحاجة؟ هذا الجواب اريدكم انتم تجاوبون عليه. فاذا هي راح تسبب لي dilation of the coronary artery، وبالتالي راح تقلل من او الاكسجين تو ذا اسكيميك مايوكاردييك تيشو، يعني راح يوصل بكميات عاليه، واذا وصل بكميات عاليه الى المايوكاردييك تيشو بالتالي راح تسبب بارتخاء عضله القلب. انديكيشن ممكن استخدامها كبروفيلاكسيس اند تريتمنت اوف ذا اكيوت انجينا بكتورس وتريتمنت اوف ذا كرونيك انجينا بكتورس. Treatment of the hypertension associated with the myocardial infarction and chronic heart failure, congestive heart failure. ايضا ممكن استخدامها بحالات الميوكارديال انفاركشن وكذلك الكونجستيف هارت فيلير، يعني كاستخدام ثانوي للانجينا بكتورس، او ايضا استخدامها ممكن تستخدم كبروفيلاكسيس تريتمنت. الدوز طبعا هاي الارقام يعني مو مهمة تحفظونها، وانما تحفظون اشكال العلاج وكيفية استخدامه. There are several forms available، يعني هنالك عدة اشكال من هاي الانجسيد موجود، اللي هو السبلينجوال يسمونه بالكورتي الاسم التجاري وتركيزه 5 ملغرام بير بي ار ان، يعني لكل نوبة ممكن تستخدم. وبي او اللي هو شنو البي او، يعني بريسكريبشن اورالي، اللي هو هنا سبلينجوال يعني تحت اللسان، هنا اورالي يعني لازم يصير لها سوالونج، اللي هو يسمونه بالايزوتارت
تركيزه 20 الى 40 ملغ وراح يكون twice a day. typical اللي هي الباتشز اور اوينتمنت ممكن نستخدمه، وكذلك موجود برنترال اللي هو الاي بي انفيوجن، يعني فقط في داخل المستشفيات عن طريق المغذي.